للحديث عن مدى جدية قادة الأحزاب السياسية بالإصلاح وسط تردي الأوضاع الاقتصادية في العراق، معنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي. مرحبا بك دكتور هلال معنا. لماذا لا يثق الشارع في العراق بتصريحات نوري المالكي التي قال فيها إنها سيأخذ يعني إنه سيأخذ من التجربة الفرنسية للقضاء على البطالة وإعادة الإعمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وبعد. تحية لكم ولقناة الرافدين، وندعو الله سبحانه وتعالى لشعبنا وأهلنا في العراق أن يمن الله عليهم بالصبر والخلاص. عودة إلى سؤالكم، ماذا قدمت العملية السياسية بكل شخصها منذ 2003 ولحد الآن غير الوعود؟ هناك مقولة لعالم يقول لا تصدق الكاذب مرتين، فبالمرة الأولى تصدقه ربما لأنك لا تعرفه، المرة الثانية تصدقه لأنك تريد أن تصدقه. الشعب العراقي خبر جيدا من هو المالكي ومن هم أطراف العملية السياسية ولماذا أتوا العراق، وأصبح اليقين ثابتا عند كل عراقي شريف أن هؤلاء أتوا لتدمير العراق وللاعتناء على حساب العراقيين الذين يشير تقارير الأمم المتحدة أن نسبة الفقر أكثر من 40%، وهذا الكلام نشر قبل 2014 أو 13 تقريبا. ولا يزال الأمر في تدني. القضية الأخرى أنه لا تجرب المجرب، ماذا قدموا هؤلاء للشعب العراقي منذ 2003 ولحد الآن؟ الحروب والقتل والطائفية ومن ثم الاختناء الشخصي، تدمير الصناعة وتدمير الزراعة وتدمير الخدمات وتدمير الخريجين وتدمير التعليم. أصبح المواطن العراقي يعيش في غابة، ومن المضحك أنه توقف سيارة شرطة توقف سيارة لجثث مجهولة الهوية كما شهرت لشيء بشيء يذكر. هذا واقع العراق الآن. يعني أنا نعرف أنه كما قال أحد الأخوان معلقا خبر أنه تمسك سيارة فيها مخدر، سيارة جثث العراقيين أصبحت تجوب الشوارع مجهولة. ولكن دكتور هلال عذر مقاطعة، يعني الآن تصريحات المسؤولين عندما نسمعها كأنه كل هذه الأحزاب في العراق يعني تريد الإصلاح، كيف نفسر إذن تصريحات وزارة الشؤون العمل والشؤون الاجتماعية بأن آلاف الأسر تعيش تحت خط الفقر منذ سنوات؟ أخي الكريم، الذين أتوا إلى العراق أتوا لإفقار الشعب العراقي واغتنائهم الشخصي. لو لاحظنا أنه الإجراءات الاقتصادية بغض النظر عن النوايا السياسية، هل يوجد اقتصادي في العالم يرفع عملة العملة الأجنبية ويخفض العملات الاقتصادية التي يحتاج عليها الشعب؟ أليست هذا إفقار متعمد؟ هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات الأخرى، أن نعتمد على خزينة على واردات النفط ونلغي كل شيء، وواردات النفط تذهب إلى الفساد. إذا كانت المرحلة الماضية يعني المرحلة التي مضت هناك تقارير تشير إلى أن المبالغ المهدورة والتي لم يستفاد منها الشعب العراقي خلال الموازنات الانفجارية السابقة أكثر من 1000 مليار دولار، وليست 400 مليار دولار. القضية الأخرى، ماذا قدمت الموازنات الاقتصادية للفقراء والمساكين وإلى آخره؟ نحن نعالج قضية، نريد نعالج النتيجة ونترك السبب. السبب أن هذه العملية السياسية صممت لإيذاء الشعب العراقي، فليخرج لي عاقل أنه يقول ماذا قدمت للعراقيين بكل طوائفهم من خدمات أو إمكانية القضاء على البطالة. كيف تقضي على البطالة وأنت تدمر الصناعة والعمالة الأجنبية والشركات الأجنبية تجوب البلد وابن البلد يعمل، يعني لا يجد فرصة عمل. هذا الكلام
يعني من نتكلم عن الأعمار وعن التجربة الفرنسية وعن أين كنت من 8 سنوات سلمت العراق خاويا مدمرا محتل ثلاثة، سلمت الأسلحة بيد المخربين وبيد وعن عمد، وهؤلاء هم اتفقوا مع المالكي على تدمير العراق. إذا الشعب العراقي عودة للسؤال، لماذا لا يثق؟ لأنه لم يقدم له شيء يذكر، فبالتالي سواء المالكي أو غير المالكي أيا كان، وليس ليس الاسم هو المشكلة، ليس المسمى، ولكن كل المسميات كل المسميات هم مشتركون في هذا البرنامج الإفسادي، لأنهم تقاسموا المال وتقاسموا السلطة وتركوا الشعب العراقي يجاهد. يعني وسط هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر، كما يعني أعلنت ذلك الأمم المتحدة، عن أي معارضة إذن يتحدث الصدر وتياره إذن؟ والله أنا هذا الكلام مال السلاك المحلي والكلام اللي ضحك على الناس السذج، أنت كنت في العملية السياسية منذ بدأت ولحد الآن، ماذا قدمت من الإصلاح؟ ألم تكن لديك وزراء في هذه حكومة الفساد؟ هو شريك أساسي في الفساد، فلا يتحدثون عن كلمات لا يعرفون معناها ولا يستطيعون الوصول إليها. المعارضة ليست كلام، المعارضة عمل، لأننا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقل أعملوا فسر الله عملكم ورسوله هو المؤمنون، وأنتم ترتدون العمامة، وهؤلاء الذين ترتدون العمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم المسؤولية أكثر من غيرهم بأن يطبقوا ما قاله القرآن الكريم وما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به آل البيت الأطهار وأصحابه عندما أتوا إلى الحكم، عملوا على 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 إزالة الباطل، ما لم يتكلموا لم يتكلموا وخذوا الإجراءات، كان أحدهم كما يقال أن القرآن يسير على الأرض، أما الذي أتونا بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعمامة علي وحكمونا بقلب أبي لهب، هذا اللي حصل الآن. لأن هذا الفساد، تكلم عن المعارضة، أي معارضة؟ معارضة من لمن؟ ألم تكن أنت جزءا من هذه العملية السياسية؟ ألم يكن حزبك ووزراءك جزء من عملية الفساد؟ ماذا قدمتم؟ هذا الضحك. يعني نحن الحقيقة المسألة، لو لم تكن هناك دعما دوليا للفساد في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد إيذاء العراق أكثر من هذا الحد، رفعت الحماية عن هؤلاء وقال الشعب العراقي كلمته بوضوح، ولكن الدعم الدولي مقرون، لا يوجد إصلاح ولا يوجد معارضة. تعارض من؟ تعارض من؟ أنت كنت العملية السياسية، تعارض نفسك. هذا الكلام اللي ضحك على السذج، وأنه سوف يكون قالوا الكهرباء في 2013، إذا تذكرون بال 2012 سوف نصدر الكهرباء للخارج، ألم تكن هذه التصريحات وزيره دكتوراه عنده بالهندسة؟ ماذا حصل؟ إذن من عمان الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك.